أثار الهدف الرائع الذي سجله دول الجزائر رياض محرز ونجم مانشستر سيتي ضد منتخب زيمبابوي إعجاب العديد من وسائل الإعلام حول العالم، حيث سجل محرز الهدف بعد ترويض خرافي ومراوغة رائعة لمدافع أصحاب الأرض، وفيما يلي رصد لأبرز ما، حيث نشرت صحيفة سبورت إسبانيا هدف محرز مع تعليق: لا تعلم ما فاتك إن لم تكن شاهدت هذا الهدف المذهل من محرز. أما صحيفة ماركا الإسبانية فقالت إن الهدف الرائع الذي سجله النجم الجزائري سيكون حاضرا وبقوة للمنافسة على جائزة بوشكاش التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا سنويا لأفضل هدف تشهده الملاعب. وقال موقع جيف مي سبور البريطاني: رياض محرز سجل هدفا قادرا على المنافسة على جائزة بوشكاش. فيما قال موقع بي سوكر في نسخته الإنجليزية: إن محرز تمكن من مراوغة آخر مدافع لزيمبابوي بلمسات سحرية ثم سجل هدفا رائعا. كذلك قال موقع ميديو تومبول المكسيكي: إن محرز صاحب 29 عاما يستحق نيل جائزة بوشكاش بفضل هذا الهدف. من جهتها صحيفة أولي الأرجنتينية قالت إن محرز سجل هدفا مذهلا لمنتخب الجزائر ضد زيمبابوي، وساهم في تأهل محارب الصحراء إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية. وبهذا يكون رياض محرز قد انتزع اعترافا عالميا بإمكانياته الفنية الرائعة، فيما لا يزال غوارديولا الوحيد الذي لا يرى هذه الفنيات.